هذه بنية جزاها الله خيرا اسمها إيناس صديق. تعال يا إيناس، يا ربنا يبارك فيك يا إيناس. إيناس أيضا كانت تجمع مصروفها الصغير، ووالدها ربنا يبارك فيه جمع، أي جمد يعني هذا المصروف وأتت به صدقة. معذرة أسعدناك يا حاج نزيه، نحن حتى نحث الناس على هذا الخير. نشوف إيناس حوشت قد إيه، ممكن الموافق إن احنا نشوف إيناس حوشت قد إيه يرفع إيده كده. الله، يكفينا الحاج نزيه لو رفع إيده خلاص. لا ما طبعا الحاج نزيه لو قال يمين يبقى يمين، شمال شمال، ربنا طولنا في عمره ويبقى كده. احنا مش طماعين، ولو 30 رمضان بس يا حاج نزيه، 30 رمضان بس. وليس ذاك الله بعزيز يعني. بسم الله يا رب. انت يعني تقدروا كم كده حوشت إيناس؟ تقدر كم كده قسورة؟ 2000؟ انت ممكن تحوش من مصروفك 2000؟ يعني مثلا لو في شهرين 3 تحوش قد ايه انت؟ 500؟ اذا ابوك، ايوه كده يا ابو اعترف. بسم الله ما شاء الله قتلى بالله. يعني كل يوم بتعين 500 جنيه في الشهر. بسم الله ما. في 3 شهور يعني بمعدل كل شهر حوالي 150 جنيه. طيب برضك. طيب احنا عاوزين نشوف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده يا اخوانا بنتنا إيناس ربنا يبارك فيها وفي أبواها يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، 200 جنيه. نسأل الله تعالى إن ربنا يبارك في إيناس وفي أبويها، وأن يطيل أعمارهم في الخير، وأن يبارك في أولاد المسلمين. احنا بنعرض النماذج دي علشان نحث الناس إن هم يشجعوا أولادهم على الخير. الأولاد الصغيرين بيفتكروا حث الآباء لهم على الخير. نحث أولادنا على حب الخير، حب الصدقة، على حب الصدق، على حب أهل الخير، على حب المساجد، على خفض الصوت. دي مسألة مهمة جدا. نعود أولادنا على الصوت الواطي، نعود أولادنا على احترام الكبير. احنا بنشوف الأيام ديت أمور عجب. تجد الولد يبقى صغير أول ما يكبر ينطح براسه في ناس الكبار. ده مسألة عجيبة. وكأن بقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد، مش هقول استد، أنا أقول على اللفظ الآخر بتاع الديوان، فلما اشتد ساعده رماني. ولكن من تأيد بالله لن يضار حتى لو اجتمع أهل الأرض على رمية، لن يضار. فإحنا عاوزين الآباء والأمهات ربنا يبارك فيهم إن يكون أولادهم حسنة من حسناتهم. عاوزين الصوت الخفيض، عاوزين احترام الكبير، عاوزين حب القرآن، حب أهل العلم، عاوزين الصدق، تحريم الكذب، إن الأولاد في بيتهم يكونوا متعاونين. الواد لو تلاقي في البيت ورقة مرمية يشتلها ويحطها في سلة الزبالة، في البيت لو تلاقي المعلقة مش نظيفة يروح يغسلها، ايه المانع ان اولادنا يخشوا المطبخ يغسلوا الحلل والبتاع ومش عارف ايه؟ انا بفكر ان احنا نعمل بعض الجوائز للاولاد المتعاونين. يعني الاباء والامهات يجيبوا لنا ورقة ويقولوا لنا مثلا ان ابننا النهاردة او بنتنا النهاردة هي اللي ارتبت البيت، وهي اللي غسلت المواعين، وهي اللي ساعدت في تجهيز الطبيخ. بالفعل انا بفكر بجدية ان احنا نعمل جوائز لبعض الاولاد دول. نسأل تعالى ان يبارك في إيناس وان يبارك في كل اولاد المسلمين، يصلحهم ويهديهم ويرزقهم العمر المديد والعمل الصالح النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.